احنا ان شاء الله كده هنوضح لكم اعمال استلام حائط بعد ما خلاص انتهينا من اعمال المحاره والبيض بتاعته وسويناه ودرعناه وكل حاجه. بنستلم باليد كده استلم الجنب كده بالشكل ده اداري كده على صفه اداري كده بالشكل ده كده مفيش اي فروات او اي مسامات. هنا الجزئيه دي فيها سنه بسيطه علم لي عليها بقى عشان تظبطها بقى. الجزئيه دي بالظبط كده ايوه تحت ايدك كده ايوه ادينا علام بقى كده في الجزئيه اللي قلنا عليها. تمام يا معلم. سلم لي كده راسي بقى بشكل عمودي بالشكل ده كده يا جماعه ويضرب اليد بشكل عمودي كده وبستلم او الدراع مفيش اي مسافه او اي مسافه. اديني برضو كده على سيفها شوفها من ورا ولا لا. خليها ناحيتك بقى عشان اشوفها من ناحيتي انا. تسلم يا معلم الله ينور. اديني بقى عرض بقى عرض صريح مش احنا ادينا خدنا الزاويه دي. سيفها برضو ما شاء الله كده الشغل مظبوط. تسلم يا غالي الله ينور. طبعا كل جنب وكل جزئيه بيتم استلمها بنفس الشكل وبنفس الطريقه. الله ينور رجاله.